نقل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى أمين عام الأمم المتحدة وتمنياتهم بنجاح اجتماعات الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة. جاء ذلك خلال اجتماع معالي وزير الخارجية مع معالي السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حيث أشاد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة بجهود أمين عام الأمم المتحدة أثناء فترة توليه منصبه على مدى 10 سنوات في الارتقاء بأداء المنظمة الدولية وتعزيز دورها في معالجة مختلف القضايا محل اهتمام المجتمع الدولي واهتمامه الملموس بقضايا التنمية المستدامة متمنيا له دوام التوفيق من جانبه نوه معالي السيد بان كي مون بالدور المهم الذين تقوم به مملكة البحرين في مختلف المحافل الدولية والإقليمية وإسهاماتها المقدرة في معالجة قضايا المنطقة ووضع حلول لها متمنيا للمملكة دوام التقدم والرخاء وتناول الاجتماع عددا من القضايا الإقليمية والدولية المدرجة على جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.